البيت الذي يعبق بالتاريخ ولدت فكرة تعاونية نسوية كانت بمثابة منارة للأمل للنساء في قرية بيت اللو، فكل واحدة منهن تحمل في قلبها قصة كفاح وصمود من خلال التصنيع الغذائي. تغريد زيادة، رئيسة الجمعية التعاونية النسوية في بيت اللو، تقول بأن التعاونية بحاجة إلى تمويل من أجل تسويق منتجاتهن وتغليفها للخروج بمنتج نهائي في الأسواق المحلية، علاوة على نقص الآليات والأدوات في التعاونية. 2023 احنا تقريبا رخصت جمعيتنا لليوم، يعني شو كان بنطور في حالنا شوي يعني هي جبنا المعدات اللازمة لطحن الزعتر والفتل المفتول. هي هلا ان شاء الله بدنا نبلش نشتغل على موضوع الباكجينج، لان حابين يكون عندنا اكياس خاصه في موضوع تعبئه الزعتر. يعني احنا مثلا التغليف، احنا هلا بنغلف بشكل تقليدي، بجيب بوكتات العاديات البلاستيك وتحطين، هلا احنا حابين التغليف يكون عندنا اكياس خصوصيه يعني للمنتج تبعنا، مطبوع عليهن ليبل الجمعيه، مطبوع عليهن، هذا بكلف شوي، بس هي احنا كده بنشتغل على الموضوع ان شاء الله. السيدة كوثر حرب جعلت من التعاونية مصدر رزق لها ولعائلتها، فهي تعمل في التعاونية منذ نشأتها وتقوم بتصنيع الحلويات والأطعمة داخل التعاونية لتمكينها اقتصاديا. انضميت لجمعية سيدات بيت اللو بهدف التمكين الأسري، بهدف التمكين الثقافي برضو، إنه بصير في دورات وورشات تثقيفية في عدة مجالات، مجالات التغذية، مجالات الوقاية، مجالات الطبخ. التحاق للجمعية وللمطبخ، كوني فرد من الكادر في المطبخهم في جمعيتهم، جدا أفادني وساعدني على تطوير الناحية المادية لعائلتي. وتهدف التعاونية إلى تنمية المرأة الريفية لتعزيز قدراتهن وتحقيق استقلالهن الاقتصادي والاجتماعي في القرية.